ثروة الوطن في خيراته، وإن أهم الخير اللي موجود عندنا في بلدنا الأرض. الأرض غالية جدا وليها قيمة بيتوارثها الأجيال. دايما بقول الفلاح يملك الأرض، ولكن المنفعة للمواطن المصري وللدولة، لأن الخير بيعم على الجميع. استصلاح الأراضي الرملية مهم، وبقى الحل الأمثل أمام الدولة وأمام المواطن لزيادة الإنتاج وأيضا لخلق فرص عمل جديدة. لكن علشان تزرع أرض صحراوية محتاج تطبيق علم، محتاج عزيمة، محتاج إن أنت يكون عندك حب للإنتاج. النهاردة أنا هوريكم نموذج مهم جدا بالنسبة للموالح. ليه؟ أهمية الموالح إن هي محصول بنقدر إن احنا نسوقه على المستوى المحلي، وفي نفس الوقت عندنا فائض تصديري جيد جدا، ومصر النهاردة بتحتل مرتبة متقدمة في تصدير الموالح. برحب بحضرتك وبشكرك على المجهود ده في البداية. تعرف بيك؟ أهلا بحضرتك. معاك يوسف أبو شرف. احنا فين هنا؟ أنا بقالي دلوقتي 3 ساعات بالعربية. وصلنا فين بقى هنا؟ احنا هنا في منطقة الكثبان الرملية. منطقة البستان. الكثبان الرملية من اسمها واضح نوعية التربة نفسها. كانت كلها فعلا رمال صعبة جدا التعامل معها. بس مع مرور الوقت والناس جت عملت طرق وبدأت تفحت أبيار. وبدأت عملية الزراعة والري بالطنجرة عملية صعبة جدا برضو في البداية، لغاية ما وصلنا للي احنا فيه حاليا دلوقتي. ما شاء الله. لو انا جيت اتكلم بقالك هنا كم سنة؟ بقالي هنا 17 سنة. ما شاء الله. احكي لي بقى الارض مساحتها قد ايه؟ عندي كام بير؟ من 17 سنة كان الوضع ايه؟ وايه رحلة حياتك هنا بسرعة؟ الارض ديت عبارة عن 40 فدان، فيها بير واحد، فيها محول كهرباء، وفيها بير عليه موتورين، موتور 50 حصان وموتور 40 حصان، ودول بيشتغلوا بالتناوب. بدأت أول ما جينا هنا الصحراء، طبعا احنا زرعنا الأرض في البداية خالص، كانت العواصف الرملية والكلام ده كله، كانت لما بتقوم عواصف وتهب رياح كانت بتحرق كل الزراعة وكل الأشجار. انت اشتغلته كل ده؟ احنا اشتغلناه، وغير ان الأرض كانت غير مستوية خالص من أصله، فاحنا قعدنا نسوي في الأرض بطريقة برضو علمية، ونزرع الأرض برضو بطرق علمية، ان احنا نزرع الشجرة، وكنا برضو عايزين منها مردود برضو اقتصادي، ان نزرع مع الشجره ديت بنزرع معها ايه خضار، بنحمل عليها ايه خضار، اي زراعات تانية سنويه. الموالح انا عارف انها تستحمل نسبه الملوحه. ايوه طبعا. واحنا بنتكلم دلوقتي قلت لي ده السنه اللي فاتت لو جيت كان الوضع مختلف خالص. فعلا. هي نسبه الملوحه ابتدت ترتفع في الميه وفي التربه بقى لها قد ايه؟ اول احنا ما جينا هنا كانت نسبه الملوحه، كان لما بنقيس الملوحه كانت عباره 600 جزء في المليون. بعد مرور الوقت والمياه بدأت تتغير والبير بدأ يغير، أصبحت المياه تحولت إلى فوق الألف في المليون، يعني حوالي ألف، 1100 جزء في المليون. ابتدت تعمل إيه بقى؟ الملوحة طبعا نتائجها معروفة جدا، أولا بتؤدي إلى دمار الأشجار، بتؤدي إلى عفن الجذور في البداية خالص. عفن الجذور ده بيؤدي استثنائي، ده أصل الشجرة هو الجدر، لما بيعفن الجدر الشجرة بتبدأ تموت على البطيء. لما قسنا الملوحه ولقيت الشجر بدا الحواف بتاعت الاوراق تصفر وتقع وتتساقط والنمو الخضري مش مساعدني، لجأت الى حلول تانية ان انا نسحب حاجات لخفض الملوحه في التربه، الى ان توصلت. الملوحه جاب نتيجه معك؟ لا، مش نفس النتيجه اللي جابها الجهاز. مكلف الملوحه مكلفه جدا، ان انا تسحب 5-6 مرات ملوحه في السنه، كل شهرين بتسحب مره. ادويه الملوحه مكلفه جدا، وبعدين انت بتسحبها كل سنه، بتسحب 6 مرات، فلو انت جبت العائد بتاع كل مره وقيمته وحبيت انت تعمل 2-3 سنين، لا جهاز افضل منها بكتير 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 خالص. مساحه الموالح عندك كم فدان؟ 40 فدان كلك موالح. السنه اللي فاتت قلت لي انتاجيه كانت ضعيفه. بالنسبه للبرتقانه ابو صره في منطقه الكثبان الرمليه ما بيجودش فيها، لانها طبعا المياه فيها نسبه ملوحه، والارض هنا تعتبر ارض خفيفه ما تحتفظش بنسبه المياه فيها. فانتاجيه البرتقانه ابو صره كانت ضعيفه جدا السنه اللي فاتت. انا ركبت الجهاز في شهر 12، من شهر 12 كان المفروض يبقى العائد بتاعها الى حد ما محدود، لان بيبقى في فتره سكون في الشجره في الفتره في شهر 12 دي. اما لو انا ركبت الجهاز في شهر 7 او شهر 8 في فتره نشاط للشجره ونشاط للجذور، كان بقى العائد بتاعها افضل من كده بكتير. ومع كده الحمد لله العائد بسم الله ما شاء الله السنه دي زي ما حضرتك شايف، حاجه تفرح يعني. يعني تقريبا ممكن تديك كم طن للفدان؟ السنه اللي فاتت اقصى الماكسيمم بتاع ابو صره جايب الفدان 5 طن،
انا اتوقع له السنه دي ان شاء الله يعدي ال 12 ل 15 طن باذن الله. يا رب باذن الله. يعني جهاز دلتا ووتر قدر يحل لك مشكله في وقت قياسي بسرعه؟ طبعا طبعا قدر فعلا. انا ما بعملش كده دعايه للجهاز على فكره يعني. انت صاحب، لا انا دايما بقول ايه، اسال مجرب. انا مش بسال مندوب في شركه، انا بسال فلاح عنده ارض بقاله 17 سنه هنا. 17 سنه؟ ايوه. يعني شقي وتعب ودق ابيار والبير مكلف، بيقول لي سحبت ملوحه، صرفت السنه اللي فاتت كان الانتاج ضعيف، بيقول لي البرتقاله بالسره عموما هنا ما بينفعش. انا لما بتناقش مع فلاح، مع واحد ايده شقيت في الارض. فلما اجي اخد المعلومه منه، انا باخدها من المصدر اللي يهمه جدا ان هو ينجح، من المصدر اللي يهمه جدا. انا ما يهمنيش يا دكتور ان انا انجح بس، انا يهمني ان كل مزارع ينجح ويحقق نجاح للناس هنا فعلا شقيت وتعبت بمعنى الكلمه. انا في بدايه اللقاء سالتك احنا فين هنا بالظبط ليه؟ عشان اللي عايز يشوف التجربه بنفسه يجي يزورك. اتفضل. يجي يشوف الشجر ويسالك ويتعلم ويحاول يجرب في ارضه عشان كلنا ننجح. وده يعني دي الوطنيه اللي موجوده عند المزارع، بتقول لي انا عايز كله يستفيد. احنا حبنا لبلدنا يشجعنا ان احنا لازم ننتج ليل مع نهار. احنا المفروض نحن قوم عمليون. العمل هو ده الوحيد، الحاجه الوحيده اللي انت هتقدم بيها وهتخلي بلدك ديت تنافس كل الامم وكل البلاد الثانيه. احنا كنا موجودين في المكان ده من سنه تقريبا، منطقه الكثبان الرمليه. بقى لنا قد ايه؟ سنه؟ من حوالي سبع شهور. سبع شهور. من شهر 12. من شهر 12. كنت في الوقت ده مركب الجهاز بقالك قد ايه؟ كنت مركبه من 3/12. من 3/12. في اليوم ده قال لي انا لسه مش هحكم عن النتيجه دلوقتي. أيوة، بس انا عندي مشاكل كتير. كانت المشاكل ايه لو؟ كانت المشاكل اللي عندنا ملوحه وحديد زايد في الميه. وكانت بص الشجر كان شكله ايه بقى؟ كان الشجر اصفر. ده احنا اللي جينا ورصدناه مع حضراتكم. أيوة. كان عنده مشاكل كبيره جدا، وكان بيقول يعني معقوله الجهاز ده هو اللي هيحل لي مشكلتي؟ ده انا بضيف كنتش مصدق ان الجهاز الحديد ده هيعمل حاجه. بس الحمد لله يعني طلع 100 100 والله. ايه اللي حصل بقى؟ احكي لي. احنا في شهر 12. ايوه. ولغايه دلوقتي احنا في شهر 9. أيوة. 9 شهور. أيوة. ايه اللي حصل؟ ده الشجر بتاعنا. طبعا ايه بقى التغير؟ الحمد لله. والمحصول برضو الحمد لله حلو يعني. وطي صوتك ليه؟ احنا فرحان بالخير وبسم الله ما شاء الله. وفي دربيات جديده برضو ايت. يعني دي حاجه جميله لما الانتاج يزيد. ايوه طبعا الحمد لله. الحمد لله. بالنسبه بقى معدل التسميد اخباره؟ التسميد ده شغال يوم ويوم. يوم ويوم. أيوة. بالنسبه لنسبه الملوحه، انت كنت حللت الميه؟ ايوه. كانت كام جزء في الملوحه؟ كانت 1700. 1700. ايوه. ده انت الشجر كان وقف بقى عندك تمام. الاصفر وكان فيه نواشف جامده يعني. الانتاج زاد السنه دي، تفتكر ان هو ممكن يديك كام طن في الفدان؟ والله دي ارزاق بتاعت ربنا. ربنا يبارك لك في رزقك. انا عارف الفلاح المصري دايما بيخاف يقول الحقيقه. لا ده ارزاق بتاعت ربنا ومن حقه ربنا يبارك. ايوه، لكن ده الوضع اللي احنا شايفينه. انا يعني سعيد ليه؟ كنت في المكان ده موجود في شهر 12 اللي فات، كان وضع الشجر غير كده نهائي، ما كانش فيه نموات خضريه، كان فيه اصفرار، كان في تساقط اوراق كتير جدا. كنا داخلين على فتره سكون، وكان المزارع خلاص يعني جرب كل الوسائل، مضادات املاح، ابتديت. انت قلت لي كلمه يوميه صعبه قوي. قلت له انا بفكر اقلع الشجر. حصل. صح؟ حصل. رايك ايه بقى في جهاز دلتا ووتر؟ تقول للفلاحين ايه عليه النهارده؟ دلتا ووتر 100 100 والله. انصح اي واحد فلاح عنده ملوحه يجيب الجهاز ده. انت المساحه هنا عندك كام فدان؟ 10 فدادين. النتيجه واحد في ال 10 فدادين؟ اي واحد. نجحت معاك. انت زرع حاجه غير الموالح؟ لا، هو الصيف وبسره. صيفي وبسره. كنت المرة اللي فاتت وانا هنا قال لي النقطات بص بتاعتي بتتسد وكل شوية بغيرها. حصل. النقطات اخبار اخر مرة غيرتها امتى؟ هي كده لا دلوقتي بالظبط كده لا سنة ولا سنة ونص. يعني انت حتى من ساعة لما ركبت الجهاز ما غيرتهاش تاني؟ لا لسه ما غيرتش. ما المانع عدلت بقت. ما اتعدلت معاك. المانع عدلت وما فيش حديد بيسد اللقطات ولا أي حاجة. أنا شايف إن حتى التربة نفسها في أماكن شكلها اتغير، يعني تحس إن الملح اللي فيها اختفى. كنت تبص على وش الأرض تلاقي فيه ملوحة بيضاء كده نطرها الأرض. دلوقتي ما عادش. إحنا هنا فين بالظبط؟ أنا هنا في الكثبان الرملية تبع مركز وادي النطرون. تمام. اسمك إيه؟ اسمي محمد العمري. الحاج محمد العمري في الكثبان الرملية. جيرانه اللي عايزين يجي يشوفوا التجربة على أرض الواقع هو راجل كريم وبشوش. في أي وقت. لا الأرض مفتوحة لأي حد يجي يبص عليه. اسألوه، كانت نسبة الملوحة عنده وصلت 1700 جزء في المليون. 1700 جزء في المليون. كانت عالية. كانت عالية والله.
واحنا في التوقيت ده بنقول كل قطره مياه لازم نستغلها. اللي هيسمع ان المكان ده فيه 1700 جزء في المليون ملوحه هيقول لك لا انا مش هزرع، ابعد عن المكان ده شوف لك حته تانية. لا هنا كمان على جهاز تاني هجيبه، ربنا يبارك لك، يعني اقتنعت بيه ان شاء الله هتاخد جهاز تاني. اسال مجرب بيسال الفلاح، بيسال المزارع، بيسال الراجل اللي بيدفع فلوس وبيشتري علشان يزود من انتاجه، بيسال الراجل اللي كان عنده مشكله والحمد لله اتحلت. قول كلمه للمزارعين جيرانك. انصح اي واحد يجيب الجهاز ده يركبه في ارضه. النجاح حلو والزراعه حياه، فعلا الاستقرار مهم جدا للمزارع. هيستقر امتى؟ لما يكون في انتاج، في معدلات خير داخل الارض بتزيد. المشاكل اللي بتؤدي ان الفلاح يحجر ارضه هي المشاكل اللي بتعوق حركه التنميه. ارتفاع نسبه الملوحه في المياه وفي التربه من اهم هذه المشاكل. الاول انا بشكرك على المجهود اللي انتوا بتقوموا بيه. اسمك ايه؟ عادل عبد الحميد العطار. احنا فين دلوقتي حاج عادل؟ احنا في قريه الشهراوي تبع حوش عيسى. اهلا وسهلا. حاج عادل، لو احنا جينا نتكلم على طبيعه الارض هنا، احنا في اراضي رمليه صحراويه بتحتاج مجهود وبتحتاج شقه فعلا. احكي لي بقى رحلتكم هنا في الزراعه. اللي احنا اول ما بدينا على فكره ما كناش نعرف حاجه عن الملوحه خالص، تمام؟ ما عرفناش موضوع الملوحه ده اللي ابتدى يصير يتدهور معانا خالص، اصفرار هبوط موت، تمام؟ بفضل ربنا ثم الفلتر كانت احنا ده اللي عرفنا ان فيه مشكله في الملوحه او المشاكل الارض كلها يعتبر 90% منها ملوحه. انت كان عندك مشكله تؤدي الى ان الانتاجيه قلت والشجر ضعف، بس انت مش عارف ايه السبب. ما كناش نعرف السبب. لما سمعنا عن الموضوع الملوحه الاول والعلاج ما كانش فيه نسبه يعتبر 30 ولا 40% نجاح، سمعنا عن الفلتر وما كناش نعرف اي حاجه خالص. بفضل ربنا ركب الفلتر معانا النتيجه عاليه خالص. لا النتيجه عاليه دي انا عايز حاجات دقيقه بقى، ايه اللي حصل؟ هي دقيقه يعني بالظبط. احنا لما اشتغلنا لما جبنا الفلتر وركبناه، تمام؟ الاصفرار ده وقف خالص، الورق اللي بيوجع ده وقف خالص، ابتدى اللون يغير من اصفر لازرق، النموات الخضريه اتغيرت خالص، حجم الحبايه اتغير، طيب الاسمده برضه ابتدى مفعولها يجيب نتيجه خالص، تمام؟ يعني ده يعتبر نص اللي حصل. والشجر انتاجه كان شكله ايه قبل كده؟ لا احنا بالنسبه للانتاج، الانتاج السنه دي مثلا نقوله احنا مركبينها اول سنه، النمو الخضر هو اللون هو اللي غير خالص خالص. انت عندك دلوقتي الشجره بقت مؤهله ان هي تنتج، باقي الشجره موالح تشيل. يعني انا عندي نموات خضريه ولون وحجم يخليها تشتغل السنه الجايه، وحجم الحبايه كويس. الانتاجيه ان شاء الله بقى مع الـ مع الـ مع اللي حصل ده كله تبان السنه الجايه ان شاء الله. ايه للمزارعين عن اجهزه شركه دلتا ووتر؟ نقول بكل امانه ان هو فلتر محترم جدا جدا، نتيجته عاليه معانا كويسه خالص خالص بالنسبه للملوحه والامتصاص الاسمده. النهارده حلقتنا ليها طبيعه خاصه، لان الاماكن دي انا زرتها قبل كده، زرتها في بدايه المشكله او في بدايه لما احنا عرفنا ان في مشكله عند المزارعين هنا، وابتدينا نيجي علشان نشوف ايه المشكله على ارض الواقع ونشوف نسبه ارتفاع الملوحه في المياه والتربه كانت مأثره ازاي على محصوله. قالوا لنا بعد تركيب الجهاز عايزينكم تيجوا مره ثانيه وتتابعوا معانا، واحنا قلنا لهم لازم نيجي ونرصد النتائج. احنا كنا هنا تقريبا من 5 شهور، نسبه الملوحه في الميه كانت حوالي 1400 جزء في المليون، كان في تساقط بالنسبه للاوراق والثمار، كانت الانتاجيه ضعيفه جدا. برحب بحضرتك. يا مرحبا. احنا فين بالظبط تاني؟ انتوا هنا في قريه الشعراوي. ايوه. في مزرعه الحاج احمد العطار. حضرتك الحاج احمد العطار. أيوه. منورنا. يا مرحبا. الحاج احمد، احنا لما جينا هنا اول مره كنت انت بتشتكي من نسبه الملوحه، قلت لي خلاص انا الشجر ده بفكر ان انا اقلع جزء منه، وده قرار صعب قوي على المزارع. احكي لي كده عشان نفكر الساده المشاهدين ايه المشكله اللي كانت عندنا. والله احنا من حوالي 5 6 من السنه اللي فاتت طبعا كان الشجر حالته اتدهورت جدا،
واخد بالك، وكان الورق ابتدى يقع، وكان يعتبر الشجره ديت واقفه على العود بس اللي انتم شايفينه يمكن هنا، واخد بالك، وكان في نسبه صفار جامده زي كده، وكان بحاله يعتبر زي كده. وطبعا الناس نصحونا بجهاز دلتا راوتر وجبناه، ودلوقتي الحمد لله. قبل جهاز دلتا ووترك انت كنت بتحاول تحل مشكله الملاحه ازاي؟ تعمل ايه عشان؟ ما كانش في حل، كنا بنجيبه تسميد عالي من اللي هو السلواكس وغيره وغيره، واخد بالك، وما كانش، كانت النتيجه ضعيفه جدا. كان دي تكلفه مرتفعه، بتصرف فلوس كده؟ كان في السنه يمكن حوالي 10,000 جنيه او اكتر يعني. النهارده الجهاز بقى له كام شهر راكب عندك؟ دلوقتي بقى له حوالي 4 شهور 5 شهور. ايه اللي حصل بقى في ال5 شهور دول؟ والله الحمد لله، اديك انت شايف يمكن بايدك بعيد قدام عينك، الحمد لله. الورق ايه اللي اختلف عن الاول؟ تحميل الثمار ايه اللي اختلف؟ مسك طبعا، مسك، لان احنا برضو جه في الاواخر التزهير نسبه العقد الثمار كانت كويسه والحمد لله، يعني مش بالمية مية، ولكن كانت لسه الجهاز لسه المفعول بتاعه ما اشتغلش، ولكن الضربات جديدة الحمد لله. يعني ده النتيجة اللي احنا شايفينها دي بعد 5 شهور من تركيب الجهاز، الأوراق الجديدة، تحميل الثمار، شايف إن الشجر هيدي إنتاجية أعلى الموسم ده؟ طبعا أحسن الحمد لله، ما كانش فيه السنة اللي فاتت ده كل ده. ده الجديد اللي هو المفروض. على فكرة البساتين أو أشجار الموالح إحنا بنجهز الشجرة للموسم اللي جاي علشان هي دي اللي هتدينا الطرح، ده اللي إحنا هنشوف إنتاج منه مبشر بالخير. ده إنجاز. إحنا كنا موجودين في المكان ده وعرضناه على حضراتكم من حوالي 5 شهور، كانت مشكلة كبيرة جدا. الحاج أحمد كان بيقول لي خلاص أنا بفكر أقلع الشجر، لا النهارده بيقول لي في نموات جديدة، الضربيات الجديدة شكلها أحسن. هي المساحة عندك هنا كام فدان؟ على 15 فدان. النتيجة واحدة في ال 15 فدان؟ الحمد لله النتيجة واحدة هي. تعالى يا حاج عاد. النتيجة واحدة عندك هنا. بشكرك وبالتوفيق. شكرا. أقول الحمد لله. شكرا. الحمد لله. نورتنا. شكرا. النهارده نموذج تاني للتغلب على مشكله بتواجه الانتاج. النهارده انا سعيد بيه فعلا وفخور ان انا كنت في الاماكن دي قبل كده وسجلت المشاكل اللي حصلت فيها. بشكرك يا حاج على المجهود اللي انت بتقوم بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا فين دلوقتي؟ احنا في مزرعه الحاج مجدي ابراهيم فتح الله متولى عمار في الشعراوي. اهلا وسهلا. انت حاج مجدي؟ اهلا بيك يا حاج مجدي. فاكر لما جينا نتكلم قبل كده وقلت لي لا مشكله الملوحه دي صعبه مش قادرين عليها، احنا بنفكر نزرع حاجه ثانيه. ايه اللي حصل بعد كده؟ والله اللي حصل كده، في سمعت على الجهاز ديت واتصلت بواحد صاحبي برضه وجاب الجهاز، جاب لي الجهاز ديت والحمد لله الجهاز يعني كويس، جاب نتيجه عاليه الحمد لله فضل من ربنا صلى الله عليه. ماشي، والله المستعان، احنا بنعمله اللي علينا والله، الله بنتعامل طبعا. وهو الفلاح دايما بيقول كده ربنا هو اللي بيكرمني. مش ربنا قال لك انا برضو اجتهد يعني، ما قالكش بعد يعني. احنا كنا بنجيب دواء الملوحه ديت، ادويه الملوحه ديت غاليه، وكنا بنسحبه بتاع 20 مره في السنه. ده مكلف جدا. مكلف طبعا. جيركل 5 لتر ب 700 جنيه و 800 جنيه، وكل مثلا 15 يوم عاوز لك جيركن وبتاع. وبعدين الجهاز دي غنانة على الحاجات دي. طب ايه الشجر بقى، ايه اللي اختلف؟ يعني لو جيت اقول الشجر الاول كانت قبل تركيب الجهاز عامله ازاي ودلوقتي ايه؟ الجهاز قبل السجل، قبل الجهاز كان اصفر، وبعد الجهاز اللهم صل على النبي رد ياما، رد 99%. رد 99%. رد 99% الحمد لله فضل من ربنا صلى الله عليه. الثمر اللي موجود دلوقتي زاد عندك ولا لسه ما تقدرش تحكم عليه الموسم ده؟ ما تقدرش تحكم عليه لحد الان، ممكن السنه الجايه بقى عليك تحكم عليه. انما احنا بنحكم دلوقتي على الشجره وتكوينها واوراقها وحملها. الشجر. الحمل ده بقى بتاع السنه الجايه، ده ربنا بتاع سبحان الله تعالى ربنا بقى. في حاجه شفتها وانا داخل عجبتني، انت مشغل هنا طاقه شمسيه. ايه الفرق بقى؟ يعني انا النهارده لما بشغل طاقه شمسيه وفرت معاك عن الكهرباء؟ طبعا وفرت عن الكهرباء. انا ما كنتش بروق كهرباء، كنت بروق جاز. كنت بروح جهاز. جهاز غالي. جهاز غالي. طبعا الطاقه الشمسيه ريحتك. ريحتنا طبعا. طب انا عايز اقول لكم على حاجه بقى، احنا النهارده عند الفلاح المثالي. يعني ايه؟ يعني الراجل ده شاف مشكله عنده في الملوحه وكان بيضيف مضادات املاح، بيصرف 700 800 جنيه جيركل، وكل شويه بيقول لي بسحب املاح 20 مره في السنه، يعني تكلفه رهيبه جدا، وفي الاخر ما كانش بيبقى فيه الانتاجيه اللي هو عايزها بالرغم من المصاريف اللي صرفها. ما اكتفاش بكده، ابتدى يفكر على الطرق الحديثه بقى، فسمع عن جهاز دلتا ووتر لمعالجة المياه
ركبوا عنده، كنا موجودين هنا من فتره من شهر 12 تقريبا، ابتدينا نتكلم عن المشاكل اللي موجوده، وقال انا مش هحكم دلوقتي لما ركب الجهاز واشوف وايه النتيجه. النهارده جينا قال لا النتيجه اختلفت خالص، الشجر عندي لونه اتغير، الاوراق في نمو، ان شاء الله الموسم اللي جاي اقدر احكم اكتر لما يكون فيه ثمر. وانا داخل بقول له شفت عندك طاقه شمسيه، هو ده بقى النموذج اللي انا عاوزكم تعرفوه، ان انا ممكن من خلال استخدام العلم جهاز معالج المال المغناطيسي وشركه دلتا ووتر ان انا اركب وحده طاقه شمسيه، يبقى انا بوفر في التكلفه بتاعتي وفي نفس الوقت بزود من الانتاج، يعني اقدر احقق ربحيه واقدر اكسب. انا بشكرك. شكرا يا باشمهندس. بشكر حضرتك. شكرا يا باشمهندس. شكرا.